شكرا للشباب اللي هو زي الورد. فارس فواز العنزي، تخصص في البكالوريوس علوم طبية حيوية من بريطانيا، حاليا أدرس في بريطانيا كمان ماجستير إدارة أعمال، باقي لي فصل إن شاء الله وأتخرج. أنا الآن في إجازة الصيف تقريبا 3 شهور، وكان عندي وقت فراغ، والحمد لله لي باع طويل في التطوع، لكن ما جربت تطوع في الحج. أنا ساشرة ومراقب الأسباب، ندور ما أسف. حصلت حاج جزائري جاي من الحرم له تقريبا 3 ساعات يمشي، مو دال خيمة ضايع ما يدري فين رايح، مع زوجته برضه تعبانة. لكن المشكلة انه انا ماني قادرة اوصل للغتها اللي هي تفهمني بيها، وهي ما هي قادرة تفهم لغتي. Can you read this؟ سموي نياني ناي باريا من تقول ناي بارا. كلمنا نضيع شنطة لها، دورناها، جلسنا ندور. صراحة مشينا مسافات مرة كثيرة، والحاجة تعبت، كان معاها أغراض ثقيلة. فجأة دخلت علينا عربية فيها شنط فريش توها الحين ضايعة. دورنا مع بعض لقيناها، طلعنا الشنط كلها بدون أي نقص. هذه واحدة بالثانية. أي خدمات حاجة ثانية؟ الله يبارك لك، شكرا جدا على اهتمامك. حاجة مبرور إن شاء الله. الله يبارك. يعني صراحة فرحتها كانت أبلغ من الكلمات، هي ما هي فاهمة علي وأنا ماني فاهمة عليها، بس هي مبسوطة وأنا مبسوطة، يعني انتهى الموضوع بحضن وبضحك، وهي دحين نايمة ومرتاحة الحمد لله. لكن والله العظيم وصلنا حتى هنا في المكان الحمد لله، يعني بسببه، رغم اللي مشينا شوية، وهذا كان في سبيل الله إن شاء الله. رضي الله عنك يا عبد الله. شفت شخص جالس بعربية لحاله، فجيت سلمت عليه فقلت له ساعدك، قال لي أكون لك ممتن. حصلت حاجتين كبار في السن يدفون حاجة، تعبانين مرة، بعدين طلوع هنا ما بيقدرون، فنزلت لما بديت البلاط اللي هنا السيراميك زلقت الشوز الله يكرمك، فروحت فسقته وطلعتهم بالليل. ان شاء الله حج مقبول، الله يوفقك ان شاء الله. حياك الله. اغلب الحجاج يستحي يطلب مساعده، يتوقع الخدمه بمقابل، فاللي حسويه بكره او في المستقبل انه انا ابادر من نفسي اكثر. فجاه وقفتني حاجه اسمها صفيه، صراحه خلت قلبي معاها، ماني قادرة أمشي، قالت لي كون جالسة بجبل الرحمة، بعدين نزلت منه وتوهت المكان. جلسنا نسأل الكشافة وكذا لما وصلونا لمركز إرشاد الحجاج التاهين، سألوها، جلسوا سألوها عندك أي معلومات، رقم تواصل، رقم حملة، كلها الأشياء سابتها مع بنتها ومشيت، على أساس إنه خلاص يبقوا مع بعض. لا تخافي حنوصل. برغم الامطار اللي اليوم صارت علينا، الا ان هذا ما خلاني ان انا اوقف واروح احتمي في اي مكان. باللغه الجزائريه خادم الرجال سيدنا، باللغه الجزائريه. يعني هي زي جدتي في النهايه، ما حقدر اسيبها وامشي. لكن صراحه ما اقدر، طولت معاها لين ما اطمئن انه حيلاقوا لها حل. في جواز تقول لي بنتي تشبهك وبعمرك، هنا خلاني انصق جنبها وما امشي. فلما تطمنت عليها وإنها الحمد لله بأيدي أمينة إن شاء الله حيوصلوها للمكان اللي جت منه. أهم شيء إنني حجي.
وصلت الحاج المقعد في عربية، المشكلة ما في أحد يدفك يعني، فهو يحاول يمشي برجوله وهي على الأرض. جيت أنا في شوية اللي يحصل الولدة، المشكلة الولدة أعمى. أي خدمة لكم؟ شوفون وجبات أكلتم، أجيب لكم وجبات. يلا ذلك بدل ما يشيل هم يشيل همين، هم وهم ولده بطلع. الله يكون في عونه. كده بدل نروح لك من منى الى عرفات يمشي، بعدين هذا يجي هذا كعب مشكله. السلام عليكم. أبنى فنادق. ها؟ أسف. لا أبدا ما فيها. يعطيك العافية. أبدا. اليوم كانت وجهتنا عند الجمرات، حاولنا نساعد الناس قد ما نقدر، إرشادهم لمكان الرمي، من كيفية الرمي وإيش يقولوا. كان زحمة وكان تعب صراحة مرة الطلوع، لأنه وقت ظهر وشمس، بس كان صراحة مكافئ للنفس لما خلصنا والجو صار مرة حلو. كانت تعبانة مرة والعربية حقتهم خربانة. الحمد لله شفتهم بعيد وعلى طول رحت جبت عربية وحاولت أساعدهم. أرسنا نا 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 عربينا. يا ربي يكون معك. كي ما حميتونا من تعب حميتونا من الشقارب إن شاء الله يكون معك. آمين. في الدعاء اللي جانا فرحتهم وردة فعلهم كانت صراحة لا توصل. وصلناهم ورموا الجمرات وطلعناهم ودفعوا الهدي. أنت بسبب الطيب النبي والله إن شاء الله. ما شاء الله يحفظكم. الله يجزاك خير. وراكم على الراس والعين. الله يحفظك. الله يجزاك. الله يقبل منكم. جزاكم الله خيرا. شكرا. جزاك الله خيرا. شكرا. استفدت من الورش التدريبيه اللي قدمتها مسك انه كانت تعليم تفاعلي، فالمعلومات لاول مره من جد تثبت في عقلي. لو انك بتعطي الحاج منديل، لو بتفرش له فرشه، اي عمل بسيط، الابتسامه، الدعوه، هذه كلها تخليك يعني تخليك راضي عن نفسك ما دام انك بتعطي بنيه صادقه. وتطوعنا فصغنا قصه ترسم الحاضر من ماضي السنين.